بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلسلة جديدة من سلاسل المقاطع القصيرة التي تسجل في مقراءة جامع الملك خالد بالرياض. هذه سلسلة في غاية الأهمية للقارئ والمقرئ، والقارئ خاصة في البداية، القارئ في جميع مراحله، وللمقرئ كذلك ليستدرك ما فاته إن كان حصل له نقص في التلقي، وهي منهجيات في الطلب. وقبل أن ندخل في هذه المنهجيات لابد لنا من مقدمات، أولها أن نستشعر عظيم فضل الله علينا وجزيل منته علينا بأن سخرنا لهذا، لتعليم الناس الخير ووراثة النبوة. فإن الأنبياء ورثة فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فالحمد لله الذي ورثنا علم كتابه، وورثنا خير تركة، تركة أنبيائه، ومن علينا بهذا الفضل. فإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة الباهلي في الجامع الصغير وصححه الألباني. فإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، فأكرم بها من منزله وأعظم بها من مكانه إذا تحقق لصاحبها الإخلاص. رزقني الله وإياكم الإخلاص. ونستكمل في السلسلة في الحلقة القادمة بعض المقدمات الأخرى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.